أشرف سويلم، المحرر العسكري، أستاذ أشرف البقاء لله. تفاصيل أكتر عن الحادث يا فندم، اتفضل. في الواقع نفذت عناصر تنظيم بيت المقدس عملية إرهابية في تمام الساعة 7 ذاكر صباح اليوم، مستخدمين سيارة مفخخة، هي سيارة جمع القمامة، تم الاستيلاء عليها منذ أسبوع تقريبا من وسط مدينة العريش، وتم تفخيخ السيارة، وقام أحد الانتحاريين الذي يقود السيارة باقتحام الكمين وتفجير السيارة في المبنى الخاص بكمين قوات الشرطة المجاور لنقطة مطافي حي المسعيد بمدينة العريش. طبعا التفجير عمل خلل في المنطقة وأعقبه عدة تفجيرات أخرى بقذائف ار بي جي من قبل العناصر التكفيرية، أسفر عن استشهاد 8 أفراد من قوات الشرطة، 6 مجندين واثنين من أمناء الشرطة، علاوة على إصابة 11 مجند آخرين، وأصيب 12 من المدنيين المقيمين بجوار الكمين، استشهد أحدهم منذ قليل ويدعى عطية شحاتة عمره 70 عام من المدنيين الاثنى عشر المتواجدون حاليا يتلقون العلاج في مستشفى العريش العام، من بينهم سائق سيارة إسعاف يدعى السيد زكي محمد 38 عام أصيب أثناء توجهه بسيارة الإسعاف لنقل الشهداء، وتلقى 3 رصاصات في البطن حالته حرجة. الشهداء من جنودنا تم نقلهم من المستشفى العسكري بالعريش، وأيضا المصابين يتلقون العلاج حاليا. عثر على جثمان أو جثة أحد المنفذين من ده بالإضافة إلى جثة الانتحاري قائد السيارة الأشلاء، تم العثور على جثة أخرى ايضا من المنفذين، نجحت قوات الشرطه من تصفيه هذا العنصر. وطبعا كان في كمينين اخرين، كمين شرطه مجاور لكمين المطافي، كمين بجوار بنزينة اخرى محطه وقود حدا 3 كيلو متر تعرضت لهجوم ايضا، وكمين اخر ثالث لقوات الشرطه تعرض لهجوم، ولكن يبدو ان الهجوم على الكمينين الاخرين كان من نوع من الاشغال، إشغال القوات عن المهمة الرئيسية وهي استهداف الكمين الخاص بالمطافي. هذا الكمين تعرض لهجمات سابقة ونجحت القوات بالفعل في إسقاط أو إحباط هذه الهجمات. عايزين نشير لنقطة هامة جدا، قوات الشرطة في مدينة العريش نجحت خلال الفترة الماضية بالقبض على 15 ل 20 عنصر من العناصر الخطيرة جدا في تنظيم بيت المقدس، لذلك كانت مدينة العريش بتشهد هدوء تام خلال الفترة الماضية. ولكن طبعا نجاح الجيش الثالث الميداني في إحباط هجوم في وسط سيناء منذ 3 أيام وقتل 9 عناصر غاية الخطورة، بالإضافة إلى إسقاط شبكة خطيرة من العناصر التكفيرية من عناصر الصف الأول، ده يمكن ربما أعطى العناصر إن هي تحاول الانتقام، تنفيذ عملية انتقامية ردا على ما حدث. لكن طبعا هذا الحادث يعني ربما يأخذنا إلى نقطة هامة، أن مدينة العريش ما زالت يعني منطقة ملتهبة وخطيرة بسبب سيطرة الجيش على مدينة الشيخ زويد ورفح وإجبار العناصر على الفرار منها باتجاه مدينة العريش وباتجاه وسط سيناء، وطبعا في سيطرة عسكرية كبيرة. طيب أستاذ أشرف، الوضع الأمني هناك إيه دلوقتي؟ الوضع الأمني الآن طبعا محيط الحادث بيتم تمشيطه وبيتم ملاحقة العناصر التكفيرية المهاجمة اليوم، لأنها ليست بعيدة عن المكان، مختبئة في أماكن قريبة، وقوات الشرطة الآن بقيادة مدير أمن شمال سيناء اللواء سيد الحبال بتقوم بملاحقة العناصر التكفيرية لسرعة القبض عليها، وهي مش هتبعد بعيد عن المنطقة دي لأن في مناطق أخرى خلف هذه المنطقة مؤمنة من القوات. فطبعا القوات العناصر منتشرة في أو فرت لأماكن قريبة من هذا من مكان الحادث، بيتم ملاحقتها وتمشيط المنطقة في الوقت الحالي. وطبعا أشلاء، بالنسبة لأشلاء الجثة الانتحاري اللي نفذ العملية بالإضافة للجثة الأخرى، بيجري التعرف عليهم لتوسيع دائرة الاشتباه بشكل أكبر. طيب الأستاذ أشرف سويلم المحرر العسكري، شكرا ليك يا فندم.